البداية بهذا الخبر الذي تتابعونه معنا في شريط العاجل الظاهر أسفل الشاشة، حيث كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فرار اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه تم تسجيل 34 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بالجزائر، من بينها حالتي وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 19 حالة وعدد الإصابات الإجمالية إلى 264 حالة. ويتعلق الأمر بالوفيات، يتعلق الأمر إذن بخصوص حالتي الوفاة لرجل يبلغ من العمر 72 سنة بولاية تيزي وزو، وآخر مغترب عمره 70 سنة بولاية بومرداس، حسب ما كشف عنه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فرار.